check it out. Check it out, brother. The funk soul, brother. سايق سيارتك ومشخص وبتزبط في البنات وفجأة بنشر. ارفع كمامك واستعد للتغيير. المستلزمات: عجل سبير، جاك، مفتاح الجنط، حجر أو كذا حجر، قزازة مي، صابونة، مواطن خدوم. الخطوات: ثبت عجال السيارة بالإحجار، حط مفتاح الجنط على الصواميل وبلش رخيهم بس ما تفكهم، بتحط الجاك تحت السيارة وبتبلش ترفع. بالعادة لما تلف مع عقارب الساعة بتكون عم ترفع. هلأ بتفك الصواميل ومفروض ما تلاقي صعوبة إلا إذا البراغي مصدي. بتشيل العجل المصاب وبتركب السبير. من الأخطاء الشائعة تركيب العجل بالعكس، مش مصيبة، اقلبه وركبه منيح وبلا تياسة. حط الصواميل محلهم وشدشدهم على الخفيف. ارخي الجاك بأنك تلف بعكس عقارب الساعة عشان السيارة تنزل، بعدين اسحب. ارجع اتأكد من انه البراغي مشدودة ومش غلط تشدهم برجلك. ضب العجل في الصندوق، ضب العدة، شيل الحجار، وأخيرا استعين بالمواطن عشان تغسل إيديك بالمية والصابون. لما تخلص خليك لبق واشكر. هلا روح على البنشرجي عشان تزبط العجل، ودير بالك تدعس على إشي وإنت سايق.